اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيف اللي انضم لينا في الفقره الثانيه، واحد من نجوم الفريق ومن اللاعبين ان شاء الله الصاعدين الواعدين، احمد عبدين. شرفنا منورنا ابو حميد. الشرف لي ان اكون هنا يا كابتن، ومتشكر يعني ان انا جيت هنا. والف مبروك على بطوله الدوري، بطوله كانت قويه وصعبه، لكن ما شاء الله قدرتوا تحسموها بدري وكمان باداء ممتع. طبعا كانت بطوله صعبه، ومتشكر للعيبه كلها والجهاز الفني كله، كانوا لعيبه رجاله يعني، وعملنا اللي علينا وكسبنا الحمد لله. قول لي بقى يا ابو حميد، من بدايه البطوله قعدتوا مع بعض كلعيبه، اتكلمتوا مع بعض، النادي الاهلي متعود على البطولات، الكلام ده، القعده اللي بتبقى قبل مشوار البطوله دي. ما احنا طبعا كسبنا البطوله السنه اللي فاتت، وكنا نفسنا نكسبها تاني، نبقى اكتر فرقه كسبناها ويعني مرتين، فاللي هو كتير بعيد عن اي فرقه. وطبعا في وسط الدوري كل كنا نقع في ماتش ولا حاجه، كنا نقعد نشجع بعض ونقول الماتش الجاي لازم نبقى احسن ونكسب وكده. قول لي انت بدايتك مع النادي الاهلي، انت انضميت ازاي للنادي الاهلي؟ انا كنت في وادي دجله الدور الاول كله من السنه اللي فاتت، وفي ماتش الاهلي كان عندنا في وادي دجله، فلعبت ماتش يعني كويس الحمد لله، فكابتن خالد بيبو شافني وعجبني كده، وكابتن سيد غريب هو اللي ضمني للنادي الاهلي. يعني كابتن سيد غريب لما كان ماسك الفرقه السنه اللي فاتت. هو ضمني للنادي الاهلي، ورحت اول ما رحت النادي كان هو ساعد، راح يعني مسك فرقه ثانيه. فجه كابتن اسامه زكي. فلعبت ماتش واحد السنه اللي فاتت، كان ماتش دجله، جبت فيه جون. يعني جبت جون في الفرقه، يعني انت جبت جون في الفرقه بتاعتك السابقه. بس كده. وبعدها جه بقى السنه دي مع كابتن سامر وكابتن احمد رؤوف، كان اول ماتش العبه ماتش انبي، والحمد لله عملت ماتش عالمي يعني، وبس وكملت بقى الدوري الحمد لله. وبعدها رحت المنتخب. ما لسه هنتكلم دلوقتي عن منتخب مصر، وشفناك كمان في مباراه الاهلي والزمالك، وكانت مباراه حلوه فزتوا فيها، وكان ليك نصيب انك تحرز فيها الهدف الثاني كمان. طبعا الماتش ده كنا بنستعد له من بدري، او ماتش الزمالك ده، عشان الدور الاول كنا خسرانين وكنا عايزين ناخد حقنا، وغير كده الماتش طبعا كان ماتش مهم جدا للدوري. ماتش مهم جدا اللي قربنا للدوري. وطبعا كابتن سامر كان قايل لنا على الماتش ده ومجهز لنا ليه قوي، والحمد لله كسبنا. كابتن سامر، السنه دي في الدوري طرق لعب كتير، ابرز الطرق اللي انت كنت بتلعب بيها السنه دي؟ الاول بس عبدين ليه موقف معايا يعني في قبل الموسم ما يبدا، ان لما جيت مسكت الفرقه وكابتن خالد قال لي هتمسك 2006، ورحت اتفرجت عليهم في منتخب مصر. قال لي صح؟ ايوه. قال لي عندك لعيبه في انا ما اعرفش اللعيبه طبعا. فقال لي عندك لعيبه في المنتخب وهيلعبوا مباراه وديه مع السعوديه، لو حابب تروح تتفرج تعرف اللعيبه اكتر. فالكابتن خالد قال لي روح اتفرج وشوف لعيبتك يعني. فروحت وانا ما اعرفهمش بقى كلهم، فجابوا لي الاداري، جاب لي الارقام فلفت نظري يا عبدين جدا، انا بلعب كوره من تحت، من بدايه الهجمات من تحت، الكوره على الارض. فلفت نظري لفت نظري في المباراه دي، قلت هيبقى ليه دور مؤثر السنه دي في الفرقه، هو جنب، بس هو من احسن، كان من احسن السبعه لعيبه بتوعنا، كان هو من احسن العناصر. فده من بدايه يعني ما اتفرجت عليه في الماتش اللي قال عليه الكابتن خالد. طرق اللعب بقى، شفنا السنه دي في الدوري طرق لعب كتير، يعني مش طريقه واحده. يعني النهارده يعني وانا بتفرج، وكان معانا الدكتور احمد ثابت وكابتن محمد حشيش، وكانوا بيحللوا دايما، كانوا بيثنوا على كابتن سامر ان اللعيبه متحفظه. يعني النهارده لما بتغير من 4-2-3-1 ل 4-3-3، اللعيبه عندها الوعي، اي طريقه تانية اللعيبه عندها الوعي التكتيكي داخل الملعب. دي كانت مفاجاه بالنسبه لي، ان اللعيبه عندها الوعي والادراك، الادراك بالمكان وبطريقه اللعب، طرق اللعب المختلفه اللي لعبنا بيها. طبعا بدانا طول فتره لعب بطريقه لعب 4-3-3 باثنين، انا بلعب يا كابتن اسامه بثلاثه اللي في النص، مش 6 و8. لا، بلعب بيهم 2 10 يعني هو 6 1 و2 10، يعني مش 4-3-3 اللي هي اللي بنشوفها. واحد ثابت واثنين، واحد ثابت يعني اثنين بمواصفات مثلا محمد مجدي قفش كده، يعني اثنين لعيبه اثنين لعيبه بيلعبوا على قدام. كانوا طول في بدايه الموسم كانوا ابراهيم وهشام، اللي هو اساسا ابراهيم كان مركزه سته، فدي بدايه تغيير المراكز يعني من قبل الدوري. ان ابراهيم ما لعبش في مكانه اللي هو السته. ده كان اول واحد من الناس اللي اتغيرت مكانها، يعني لانه لفت نظري جدا في خلال فتره الاعداد، عنده رؤيه كويسه جدا على المرمى، رجله كويسه على الجول. وانت بتحاول طول ما انت عندك لعيبه عينيها كويسه وبتقدر تشترك في الجزء الهجومي وليها دور فعال، انك تقربهم اكتر من الجول. فشفت عنده المميزات دي، فابراهيم كان من اوائل الناس اللي مركزها اتغيرت. فبدانا زي ما بقول لك ب 4-3-3 بالطريقه الهجوميه، الاثنين 10 اللي بيلعبوا على قدام، والونجين اللي ليهم مساحات معينه في
في الملعب واختراقات، وقدرنا في اول الدوري في اول خمس ست ماتشات قبل ما نتعرف نجيب اجوال كتير من اختراقات عمار وليد من الشمال، تعرفوا فغيرت طريقه اللعب ومعوض من اليمين. اتزعلنا كذا ماتش، اتفرجوا علينا المدربين. بدات في وسط الموسم لما اتحفظنا وبيقفلوا علينا الباكين من جوه وبيقفلوا الاماكن اللي كنا بنخترق منها. طبعا غيرنا طريقه اللعب، كانت مفاجاه بالنسبه لي ان كل ما نغير طريقه اللعب اللعيبه بتادي بصوره كبيره جدا ومرونه تكتيكيه عاليه. فطبعا دي سمه اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي، انك بتنتقي لاعب تملي في النادي الاهلي بيبقى موجود اللاعب على اعلى مستوى يعني فني وثقافي وخططي وذهني وكل حاجه، فبيساعد المدرب انه يقدر يغير طريقه اللعب زي ما هو عايز وده شيء جيد. كان واحد من نجوم المباراه مباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه، ودايما لما بنقول الاهلي والزمالك حتى لو ناشئين بتكون مباراه قمه وتحظى بمشاهده كبيره. عابدين قول لي بقى الهدف معانا دلوقتي، الهدف معانا على الهوا، الهدف الثاني اللي انت احرزته، دايما مميز في الكرات الثابته، كابتن سامر بيديك مهام هجوميه في الكرات الثابته بتطلع بتمثل خطوره، في اللقطه دي واحد من اللي احرزوا يعني الهدف الثاني. طبعا كابتن سامر من اول الدوري هو بيعلمني على الضربات الثابته والتحركات ونقطع ازاي والكره بتتلعب بتتحرك ازاي برده وكل ده. فطبعا انا اتحركت صح في الكره دي الحمد لله، والكره لقيتها نازله لي فعلى طول قمت شايطها على طول. كان رد فعل سريع فيها. يعني لقيتها نازله برده على رجلي فجاه فشطها على طول. من الحاجات اللي بتميزك برده تحضير الهجمه من تحت، والناس حتى بتشبهك ببدر بنون، الطول، الهدوء، تحضير الهجمه بنشوفها في مباريات الدوري، حتى لما كنا بنذيع مباريات بتلاقي واحد ضاغط عليك بمنتهى الثقه والهدوء بتعمل الباص من تحت، ما بتشلتش من بدري. دي حاجه دي برضو في التمرين صح؟ طبعا يعني في التمرين والتكتيك وكل حاجه كابتن سامر معلمنا ما نطفش خالص، هو كابتن احمد رؤوف، وطبعا نلعب من تحت. واللي هو لو نغلط عادي ما فيش مشكله نكمل، يعني اللي هو مدينا ثقه ان احنا نلعب من تحت براحتنا وما يكونش في اي مشاكل يعني. انا عرفت انك بتحب راموس صح الكلام ده ولا شويه؟ ايه بقى اللي بيعجبك في راموس اكتر حاجه عشان يعني بقى مثلا؟ لا يعني ساعات بحب غشمته في الكوره شويه. غشمته في الكوره بس بيقطع الكوره يعني القوه اللي بيلعب بيها. فبس يعني بحب الصراحه بيقطع الكوره كويس، وهو بيعمل فوات كتيره دي مشكلته بس يعني بيطرد كتير. قول لي، واحنا بتزعلكوا هنا للمباريات قبل المباريات بقى، وانت عارف تاني يوم عندك مباراه هتذاع على الهواء، مباراه الناشئين بتحظى بمشاهده كبيره جدا ومشاهده كبيره جدا، وكنا بنقدم هنا خدمه خمس نجوم واستوديو تحليلي، كنتوا مع يعني مبسوطين من التجربه دي؟ طبعا كانت حافز ليكوا. طبعا لما كنا نعرف ان الماتش مذاع وكده الفرقه كلها بتكون اللي هي مركزه اكتر وعارفه ان الناس هتتفرج عليها وكله بيكون نازل مبسوط وعايز يوري احسن حاجه عنده كده، ونبقى عايزين نطلع احسن حاجه عشان الناس تتفرج علينا ونعرف ان هي فرقه كويسه ونستحق نكسب الدوري ونعمل اسم للفرقه يعني. تمام، هسالك بعد الفاصل عن بقى منتخب مصر وبطوله شمال افريقيا، كنت واحد برضو من ضمن اللعيبه الاساسيه فيها وقابلت بلاء حسن وايضا الكابتن سامر، عايز اعرف لحد دلوقتي مش عارف حسام بيلعب باك رايت ولا بيلعب مهاجم، نتكلم في الموضوع ده لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سامر، حسام عادل بنشوفه في النادي الاهلي مهاجم ما شاء الله، طراز عالي وبيحرز اهداف، واحد كمان من هدافين الدوري لما بنستعرض يعني قائمه الهدافين، حسام عادل ما شاء الله 19 هدف دي القائمه اللي خليها 19 هدف. اشوفه منتخب مصر مع كابتن محمد وهب الاقيه مساك، يعني ايه اللي جاب القلعه جنب البحر زي ما بيقولوا. عايز اقول بمناسبه حسام يا كابتن اسامه، المدافعين الاربعه اللي بداوا الدوري مش هم دي معانا قائمه هدافي فريق الاهلي، حسام عادل في مركز 19 هدف، وابراهيم عادل 13، وعمر سيد 13، وعمار وليد حافظ 11 هدف. اتفضل. فبقول لك يا كابتن اسامه ان المدافعين الاربعه اللي بداوا الدوري مش هم اللي بقوا بيلعبوا بعد كده يعني. الوحيد اللي كمل هو عابدين. حسام كان بادئ الدوري في السنتر باك، بقى مهاجم. الباك ليفت الاساسي امير اتصاب وربنا يشفيه ويرجع، جاله رباط صليبي في رابع مباراه في الدوري. فامير الناحيه الثانيه الباك رايت عبد الله اتصاب، وحسام طلع مهاجم، فعابدين هو الوحيد اللي كمل من بدايه الموسم في الخط الدفاع بالكامل اتغير. بالنسبه لحسام، حسام بعد ثاني مباراه في الدوري
كانت او ثالث مباراه المقاولين، شفنا ان عنده قدرات هجوميه في خلال المباراه نفسها، لقيت عنده قدرات هجوميه في الماتش ده. كنا مغلوبين 2-0 في الشوط الثاني، طلع ورا لعيبه وسط الملعب وقدر، وشفت ان عنده قدرات هجوميه، اشتغلت معاه بصوره كبيره جدا على المرمى، اديته تدريبات تخصصيه. في الاول طلعته وينج الاول، لعب في الشمال، وبعد كده بدانا نشوف قدراته الهجوميه من خلال الشغل الفني والتكتيكي والتخصص اللي اشتغلناه معاه. قدر بعد كده ان هو يثبت ان هو مهاجم على مستوى عالي جدا جدا جدا، مش ما فيهاش مشكله ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، وانت شايفه كمدرب ان عنده ستايل مهاجم يقدر بيفيد النادي ويفيد ان شاء الله في المستقبل. اشوف مهاجم هيبقى مميز وانه يروح المنتخب. كابتن محمد وهبي برضه استعان براس حربه في بعض المباريات في شمال افريقيا، صح؟ لا، هو في البدايه كان كابتن وهبي برضه الموقف شويه انه كان سنتر باك وبعدين طلع مهاجم، لكن بعد كده في دوره شمال افريقيا حسام لعب مهاجم، وبدا برضه الدوره في دوره شمال افريقيا في السنتر باك، وبعد كده طلع سترايكر بعد كده. فهي بتبقى وجهات نظر، والمدرب لما بتشتغل معاه كتير، يعني انا بشتغل مع حسام كتير، كابتن وهبي بياخده في تجمعات بتبقى بصوره اقل، فطبعا انا عشان هو قدامي كل يوم في التمرين فبشوف القدرات اكتر من مدرب المنتخب اللي بيشوف اللاعب يعني بصوره قليله. قول لي بقى عابدين، بطوله شمال افريقيا ما شاء الله بطوله كانت رائعه، بدات والناس تعرف اسامي لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه المميزه في منتخب مصر، اديته اداء رائع، تكسب المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وانت واحد من العناصر الاساسيه. قول لي بقى شعوركم انتوا بتاخدوا البطوله وابتدوا يعني البدايه مع منتخب مصر ببطوله قويه زي دي. هو طبعا متشكر لكابتن محمد وهبي وكابتن مؤمن وكابتن عصام وكابتن يوسف على مجهودهم معانا في تمارين والمعسكرات، وطبعا تعبنا قوي طبعا عشان نكسب البطوله دي. هي كانت احنا كنا رايحين عايزين نكسب من الاول خالص، وده كان كلام كابتن وهبي اللي احنا رايحين نكسب، وبرده يعني الماتشات كانت صعبه قوي، لكن اللي احنا الحمد لله اللعيبه كانت رجاله وكسبنا، وكنا حاسين ان احنا هنكسب بعد اول ماتشين، لقينا الاداء حلو مننا. انتوا ابتديتوا البطوله امام منتخب تونس، كانت دي البدايه. اصعب مباراه كانت في البطوله كنتوا قلقانين منها شويه؟ لا، هو تونس عشان ممكن كان اول ماتش، احنا بدانا بدانا الشوط الاول كنا كسبانين 2-0، كنا اللي هو ما بين الشوطين خدنا راحه شويه وكده، واللي كان مبسوط وخلاص اللي حاطط في دماغه الماتش خلص، لكن نزلنا الشوط الثاني الهوا كان علينا، وعملنا ضربه جزاء اتصدت بس اتردد بجون، وجابوا التعادل، فكان صعب قوي. كان صعب قوي، والضغط كان علينا بالذات كدفاع جامد قوي، عشان كان هجمات كتيره علينا من ناحيتين ومن نص ومن كل حاجه، والحمد لله ربنا كرمنا بجون في الاخر. يعني شعورك بقى وانت بتمثل منتخب مصر، حلم كل ناشئ او لاعب انه يلعب لنادي الاهلي، لكن برضه في منتخب مصر حاجه كبيره. طبعا يعني شعور كنت نفسي اجربه طول عمري، والحمد لله جربته. وطبعا انك تمثل مصر في بطوله او تقول يعني تكون شايل اسم مصر على تيشيرت او كده، بتبقى حاجه طبعا يعني ليك الشرف قوي. كابتن محمد وهبي كان بيتابعكم على طول في المباريات، وبيجي مدينه نصر يتفرج على ماتشات، ابرز الملاحظات اللي كان دايما بيكلمك فيها كابتن محمد وهبي؟ هو كان ساعات بيقول لي ان انا ستايلي زي فان دايك شويه، يعني في اللي هو هادي برده، واللي هو بارد شويه على الكوره او تقيل شويه كده. فهو طبعا ماتش زي ماتش انبي عملت ضربه جزاء في وقت وحش قوي، كان خليت النادي يتعادل، وكان الدوري يعني اللي هو وقع مننا تاني بقينا التاني. فطبعا قعد يتكلم معايا في الكوره دي وقال لي كنت لازم تكون هادي، وقعد يعني يقول لي كذا حاجه عليها. طب ابرز الحاجات اللي اتعلمتها بقى من كابتن سامر وقاعد معانا دلوقتي؟ طبعا احضر من تحت، دي كانت اهم حاجه، والكور العاليه ازاي اروح لها في الوقت الصح، واللي هي الاختراقات من ورا اللي هي الكور اللونج باس وكده، اللي هو لما المهاجم يتحرك والوينج ينزل له يعني يحط لهم مساحه وانا احط لهم في المساحه. شغل التخصص ده دايما بيشتغل معاك في التمرين عليه. تمام. كابتن سامر قول لي برده يعني الجهاز الفني اللي معاك حقهم برده؟ طبعا ناس طبعًا اشتغلت وتعبت واخلصت، برده نقول اسمائهم يعني على الهوا. اشكرهم طبعا يا كابتن اسامه، كان ليهم فضل كبير في الفوز بالبطوله، الناس كلها على مستوى. كابتن احمد رؤوف طبعا المدرب العام، كابتن محمد فتوح معانا الاسماء كلها وانت بتقولها، كابتن محمد فتوح مدرب حراس المرمى، كابتن محمد نحله مدرب احمال، والدكتور احمد جبالله الطبيب،
طبعا في كابتن ابراهيم خاطر مدلك، كابتن ابراهيم خاطر مدلك، وعمار فتحي مدير اداري، وكابتن عمار فتحي مدير اداري طبعا على اعلى مستوى، وعبد الرحيم عبد البديع جهاز معان، وعاطف ابراهيم برضو طبعا. اشكرهم طبعا جدا جدا جدا، ليهم دور كبير ومؤثر طول الموسم. قدروا ان هم يبقوا سبورت في مرينا بفترات صعبه وفترات وقفنا مع بعض كلنا، تعهدنا على الفوز بالبطوله، واشكرهم من خلالك يا كابتن اسامه. من اللعيبه اللي عجبوني السنه دي في مشوار الدوري واحنا بنغطي 2006، عمر كامل حارس المرمى، ظهر في مباراه الاهلي والزمالك ما شاء الله مستوى رائع. عمار وليد حافظ من اللعيبه الجيده. اسلام يوسف لعيب حكايه في نص الملعب. اسلام ما كانش بيلعب كتير قبل كده، لكن من خلال فتره الاعداد شفت فيه انا والكابتن احمد رؤوف تقريبا من الاسبوع الاولاني، وقلنا ان الولد ده هيبقى ليه دور مؤثر السنه دي في مع الفريق. فعلا قدرنا ان احنا نشتغل معاه، مستواه اتطور بصوره كبيره جدا. انت عارف السن ده يا كابتن اسامه ممكن تيجي في الصيف الشهرين الشهرين كتير. ثلاثه تيجي في بدايه فتره الاعداد تلاقي واحد تاني خالص، سن التغير فيسيولوجي وذهني ونفسي وعصبي وبدني، بتلاقي لعيب تاني خالص في بعد ما بيجي لك. فطبعا هو يوسف حصل له الطفره دي، اشتغلنا معاه، ارتفع مستواه بصوره كبيره جدا فنيا وتكتيكيا على اعلى مستوى. في لعيبه كتير جدا جدا اتطورت السنه دي يا كابتن اسامه، منها طبعا عمار وليد اللي قدر في بدايه الموسم يعمل اختراقات ويجيب اهداف كتيره، لكن خلال الموسم بتمر برده بمرحله مستوى بينزل شويه، مستوى يطلع برده. السن الصغير في متغيرات طبعا، طبعا السن الصغير استحاله تفضل ثابت على نفس المستوى. في لعيبه زي ما بقول لك كتير جدا، في عمر زكريا ما جبناه برده، لعب في غير مركزه طول الموسم بعد اصابه امير الباك ليفت، فوجئ ولقى نفسه هو الباك ليفت الاساسي للفرقه طول الموسم، هو اساسا لعيب وسط ملعب. وزي ما قلنا في عبد الله الباك رايت، في ابراهيم وحسام طبعا اتطور بصوره كبيره جدا جدا، خلاف طبعا عابدين وعمر سيد معوض وعمر كامل وفتحي مصطفى حراس المرمى، كان ليهم دور كبير جدا، لان من اهم الحاجات المطلوبه في طريقه اللعب اللي احنا بنأدي بيها ان الحارس يكون بيلعب برجله كويس. هما الاثنين بيأدوا بصوره كويسه جدا، رجليهم كويسه، بيعملوا باسس كويسه، وكمان بيبقوا سبورت واحنا بنبدا الهجمه، اتعلموا ازاي يبقوا سبورت في بدايه الهجمه. نشكر طبعا كابتن محمد فتوح عمل معاهم شغل كبير جدا يعني. عابدين قول لي في مشوار البطوله اصعب مباراه واجهتكم كنتوا قلقانين منها شويه، كنتوا بتتكلموا مع بعض كتير علشان نكسب الفرقه دي عشان نقرب اكتر، كانت مباراه ممكن إيه؟ مباراه المقاولين اللي كسبناها 3-1 اللي زعناها لكم على هنا في مباراه، عشان كنا راجعين من معسكر المنتخب المركز الثاني، وكنا عايزين نكسب الماتش ده عشان نتصدر للبطوله. كان ماتش مهم قوي، كنا برضو عايزين ناخد حقنا من الدور الاول برضو منهم. وطبعا الماتش ده كنا احنا خسرنا من المقاولين الدور الاول في المباراه الاولى عندهم في الملعب، بس فكنا عايزين نكسب نتصدر البطوله تاني وما نقعش تاني بقى. طب قول لي بقى اللقطه الاخيره، مباراه زد والممر الشرفي، ولقطه يعني كانت حلوه نادرا لما بنشوفها في ملاعب الناشئين. بنشكر طبعا اداره زد وكابتن علاء نبيل على اللقطه الحلوه دي وانتوا نازلين الملعب. طبعا حاجه محترمه جدا من زد، احنا كلاعيبه كنا مبسوطين قوي وسلمنا على اللعيبه الثانيه بتاعت زد واصحابنا وعارفينهم وكده، كانت لقطه حلوه قوي منهم يعني. دي اللقطة الحلوة اللي احنا اتكلمنا عنها واشدنا بيها، لقطة حلوة بنتمنى نشوفها على طول في الملاعب. ولكن قلت يعني بعد نهاية المباراة كنت اتمنى ان لجنة المسابقات في الاتحاد الكورة، عارفة النادي الاهلي البطل كان يبقى فيه تكريم للولاد ودرع وميداليات وجوائز ليهم وجائزة الهداف واحسن لاعب، ان دي ذكريات بتظل مع اللاعب حتى بعد ما بطل كورة، ربنا يديله العمر، دي بتفضل معاه دايما فاكرها. هقول لحضراتكم برضو قائمة اللاعبين وحقهم ان احنا نقولهم دلوقتي على الهواء، قائمة لاعبين مواليد 2006 اللي قدروا ياخدوا بطولة الجمهورية بطولة الدوري، احمد محمد عابدين وامير علاء اسماعيل اللي متمنى له الشفاء يا رب، لعيب مهم جدا لكن ظروفه كان جات له رباط صليبي، ابراهيم عادل وحسام عادل وادم سمير المهدي ومحمد حازم وعبد الرحمن هشام، عمر سيد معوض وعمر زكريا اسماعيل، عبد الرحمن عماد النحاس وعبد الله طاهر وعلي الدين علاء وعمار وليد حافظ وعمر كامل وفارس احمد، فتحي مصطفى ومازن احمد محمد، مصطفى اشرف، محمد شريف، محمد طارق، محمد احمد سعد، محمد احمد السيد، هشام مصطفى ويوسف السيد خيري، رمزي يونس ويوسف محمود، محمد مجدي رمضان ويوسف اسلام ومحمد رضا
واحمد رضا سالم. لازم كنا نقول اسمائهم يا كابتن سامر ونشكرهم على الهواء. طبعا طبعا كلهم كان ليهم دور كلهم مؤثر. عايز اتكلم برضو على هشام مصطفى ان اللاعب صنع لعب على اعلى مستوى. لعيب هايل طبعا هشام مصطفى اللي من اللعيبه اللي عجبونا. اتفاجئ السنه دي هو طبعا صنع اللعب المتعارف عليه انه بتلعب باثنين سته وثمانيه وهو قدامهم، لكن اتفاجئ السنه دي انه بيلعب صانع لعب بطريقه مختلفه شويه، ان احنا بنلعب باثنين 10، فطبعا بشيد بيه لانه قدر يطور من نفسه ويقدر ان يطور نفسه في الدور الدفاعي، لان الطريقه دي بتطلب ان انت يبقى عندك دور دفاعي. طبعا الموقف كان جديد عليه، فبشيد بيه من خلال الكابتن اسامه، وبشكره من الناس اللي اتطورت برده السنه دي. عندنا برده اللاعب فارس الباك ليفت اللي بدا يلعب بعد اصابه امير لما رجعنا عمر زكريا وديناه باك رايت. فارس من بعد ما بدا يلعب برده كان ليه دور في الدور الثاني، دور مؤثر مع الفريق. عابدين قول لي، كان ثنائيه رائعه انت ومازن اثنين مساكين، كان في تفاهم كبير ما بينكم وما شاء الله عملتوا ثنائيه رائعه. طبعا بحب يعني مثلا لما يلعب جنبي بيكون مطمن، بكون مطمن، وطبعا عمر كامل برده في ظهرنا مطمن. فانا ومازن ابتدينا نفهم بعض في الماتشات الجامده، وابتدينا نتعرف على طريقه لعب بعض، وابتديت افهم هو بيلعب ازاي وهو يفهم انا العب ازاي. فطبعا كانت حاجه كويسه عشان تخلينا فاهمين بعض ونكمل بعض يعني. بتطمنوا وانتوا بتلعبوا مع بعض. كان في تفاهم كبير. كابتن سامر اخيرا بقى كلمه منك لكابتن خالد بيبو لبروكيتش، يعني مجهود كبير على مدار الموسم، ايضا النادي الاهلي اللي وفر لكم كل الامكانيات علشان نشوف النجاح الكبير ده. طبعا بشكر كابتن خالد، واثق فيا، اتصل بيا في كلمني في الصيف قال لي سمعت عنك كلام كويس جدا، اتمنى انك تكون موجود معانا ونشوف شغلك معانا، تقدر تخرج لنا لعيبه وتقدر ان انت تثبت نفسك ويكون ليك دور يعني معانا. الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نشتغل مع الكابتن خالد. الكابتن خالد عمل مجهود جامد جدا، ومن دلوقتي بيحضر للموسم الجديد، على طول موجود في النادي وبيأدي يعني مهام كتيره جدا جدا. اكيد ربنا ان شاء الله يوفقه الموسم اللي جاي ويكون احسن من الموسم ده. مستر مايكل بيقوم بدور برده جامد جدا من الناحيه الفنيه، بيعد في فتره الاعداد بيعملها بصوره مميزه جدا. ادينا فتره الاعداد الموسم اللي خلص بصوره اعتقد صوره مختلفه، يعني انا اشتغلت كتير السنه دي كانت صوره مختلفه شويه في فتره الاعداد، ساعدت الفريق انه يفضل محتفظ بلياقته البدنيه طول الموسم. صح، طول الموسم عملنا، لان بدانا بدري كمان عملنا حاجات كتير في خلال فتره الاعداد. نظم فتره الاعداد بصوره مميزه جدا. اشكر مستر مايكل، بشكر كل الاجهزه الطبيه اللي في النادي، كل الاجهزه الاداريه، صراحه العمل في النادي اصبح بصوره محترفه جدا جدا جدا. تطور جدا عن قبل كده. شوف قطاع الناشئين في النادي الاهلي ماشي بخطه ثابته، ان شاء الله السنه دي هتبقى احسن باذن الله. ان شاء الله يكون في نجاحات للسنه الثالثه على التوالي مع فريق 2006. عابدين قول لي بقى طموحاتك خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي. طبعا نكسب بطولات واطلع الدرجه الاولى، ويعني نفسي مع الدرجه الاولى بقى احقق بطولات كتير قوي يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريب تطلع مع الدرجه الاولى وتحقق كل امنياتك وتلعب مع الدرجه الاولى وتكون اساسي كمان في منتخب مصر. بشكرك شكرا جزيلا يا عابدين، وشرفتنا ونورتنا. ده نورك يا كابتن. شكرا كابتن سامر، شرفتنا ونورتنا، ومزيد من البطولات والنجاح. شكرا كابتن اسامه، ومستنين دعمك السنه الجايه ان شاء الله زي السنه دي باذن الله. ان شاء الله في ظهركم ودايما هنا في قناه الاهلي، مباراه 2006 على الهواء مباشره ان شاء الله. كل الفرق بقى، كل الفرق طبعا. احنا زعنا 2001 و2003 و2006، السنه الجايه ان شاء الله كل الفرق تكون موجود معانا ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا. بشكر ضيوفي احمد عابدين واحد من نجوم الفريق، وايضا الكابتن سامر عبد الرحمن مدير الفني الكوف المكسب الكبير داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم على الف خير وحلقه جديده من الاشبال الاسبوع القادم. شكرا والى اللقاء.